احنا النهارده ان شاء الله في شارع الغوريه، معانا برضو محل روزانا هوم. دي ما شاء الله خامات بقى، يعني حاجه للعرايس، حاجه بسم الله ما شاء الله. احنا هنشوف كده التشكيل مع بعض، والاستاذه هتقول لنا الاسعار مع بعض كده ان شاء الله. تيجي بحاجه زي دي، حاجه زي القطعه بتاعه 300 اللي جنبه 470، اللي جنبه 230، حاجه زي البيجامه دي جميله جدا، بتاخد وضع الجسم اللي هي السمره دي. شويه بس عشان بس انت بتقولي المقاس بتاعها ما شاء الله، من اول 50 لحد 90 ما شاء الله. حاجه زي القميص ده 370، حاجه شكل وباينه الحاجات كلها بسم الله ما شاء الله، خامه واضحه يعني. حاجه زي كشميو، كشميو ده كشميو عامله 180، تمام. اي جرام على عادي جرام 210، انت عندك بقى تشكيل جوه كل حاجه ومقاسات والوان ما شاء الله. الجيم قلت 110، 210 جميل. حاجه بقى بدل الحاجات الجميله دي، عامله 220، اللي جنبهم كله 30، اللي جنبه اغلى شويه حرير اللي عامله 270، الاسود ده حاجه زي الاسود 260، تمام. طبعا كل موديل فيه الواناته والموديلات بتاعته. هندخل بقى دلوقتي مع بعض المحل ونشوف التشكيل بقى اللي جوه ان شاء الله. احنا كده يا بنات زي ما احنا شايفين، احنا دخلنا المحل، بس احنا قطعنا الصوت طبعا عشان كان في ناس وعرايس بيشتروا موديلات وينقوا وكده، فانا صورت بس ولغيت الصوت وقلت هقول لكم بقى ان انتوا تتفرجوا ما شاء الله على التشكيله الحلوه اللي قدامكم دي. هنعرض فيها الموديلات اللي هي جوه المحل. زي ما قلنا المحل ده روزانا هوم، ده في الغوريه في الازهر. هسيب لكم برده رقم التليفون، واللي هو 57 شارع الغوريه في الازهر. هسيب لكم برضو الارقام التليفونات في اول تعليق مثبت ان شاء الله. هي انا بتفرج العرايس معانا على الموديلات اللي عندها، بسم الله ما شاء الله عندها موديلات حلوه قوي واسعار مناسبه جدا بسم الله ما شاء الله، من اول 120 لغايه اسعار عاليه بقى زي ما انت عايزه. والموديلات كل موديل في منه كذا لون ما شاء الله، يعني حاجات جميله بصراحه. يا رب بقى الموديلات دي كده تعجبكم، والجوله بتاعه النهارده تكون عجبتكم واستفدتوا منها. زي ما قلنا انت لو عروسه بقى بتجهزي بقى او عايزه موديلات جديده ما شاء الله، المحل ده يعني البنات اللي فيه ذوق جدا بسم الله ما شاء الله، وبرده يعني في الاسعار برده بصراحه لقيتهم ما شاء الله، يعني ياخدوا يدوا في الكلام بالبلدي زي ما بنقول المصريين يعني. فلو عجبك حاجه مثلا بتاخدي وتدي معاها في السعر، اسعارهم جميله ما شاء الله، موديلاتهم جديده وحلوه زي ما احنا شايفين ما شاء الله. بس بيتفرج هنا، انا جبت لكم الحاجات اللي هي معروضه فوق في الستاندات، عندهم الحاجات الطويله والقصيره والروب طويله وقصيره برده وقمصان. دي هنا زي ما احنا شايفين في كذا عروسه بسم الله ما شاء الله بتتفرج اهي، موديلاتهم حلو بصراحه بسم الله ما شاء الله، وخامات جميله، الخامه نفسها حلوه بسم الله ما شاء الله، جميله جدا يعني. والموديلات يعني ايا كان يعني لو دخلت المحل ما شاء الله عينك هتزغل كل الحاجات اللي موجوده، هتلاقي موديلات حلوه قوي. زي ما قلت لكم المحل ده اسمه روزانا هوم، ده في الغوريه بنات في الازهر او الغوريه، يعني مجرد ما هتدخلي شارع الغوريه هو يعتبر لما تدخلي كده يبقى على شمالك المحل. في محل مفروشات برده بنفس الاسم روزانا هوم، والمحل ده برده اللي هو بتاع الغيارات الداخليه ده. يا رب كده نكون ان شاء الله اسعدناكم في الجوله بتاعتنا، ونتمنى بقى اللايك وما تنسوناش بقى من تعليق جميل، واشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.